الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك. هذا الآن يقول لك هذا الصحابي مرة كان ماشي في المدينة فسمع صوت خلفه يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى. فالتفت الصحابي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل تمشي في السوق وخلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصحك نصيحة يقول لك ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله. الصحابي يقول له إنما هي بردة ملحاء. طبعا بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ الله نعم لنا فيك أسوة وقدوة. يقول فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. ارفع إزارك أي شمره عن الإسبال لا يكون ثوبك طويل. أنا الآن أدعو الرجال أن يحافظوا على ثيابهم بحيث ما يكون فيها طول. ونخرج من الخلاف أن هذا محرم وغير محرم مكروه مكروه في خلاف للعلماء في كلام العلماء والأقرب النصوص فيها شديدة. طيب فأنا أقول أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن واحد يرفع إزاره يرفع الإزار أو الثوب أو القميص اللي هو مثل الجلابية. إنزين الحد بيجينا الحد إلى أين ممكن واحد يرفع الإزار أو يطيل الإزار. فالصحابي قال إنما هي بردة ملحاء يعني هي ملحاء يعني وصفها هي عبارة عن بردة فيها خطوط من سواد وبياض. إذن شنو العبارة شو الهدف من قول هذه الجملة؟ قال له ارفع إزارك. قال هذه بردة ملحاء. فقال أما لك في أسوة؟ قال أهل العلم كأنه أراد أن بردتي يعني بردة متواضعة. كأنه أراد أن يقول أن بردتي هذه بردة متواضعة وهي بهذه الصفة ليست من ثياب يقصد بها الفخر والخيلاء. يعني أنا بردتي هذه أي كلام بسيطة يعني وحتى لو طال الإزار مو مقصود أنا أفخر وخيلاء. عرفت هذا المعنى.